الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، تحية طيبة لكم جميعا. باسمي واسم منظمة UPP الإيطالية نشكر حضوركم ومشاركتكم لنا في حفل افتتاح ملعب نادي قرقوش الرياضي ضمن مشروع مال للسلام الذي أقيم من قبل منظمة UPP الإيطالية بشراكة منظمة مالتيزر الدولية وبتمويل من الحكومة الألمانية وكل شخص محفوظ اسمه ومقامه. أرجو من السادة الحضور الوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكراما واحتراما لأرواح الشهداء الطاهرة. شكرا لكم. فليتفضل الأستاذ إسماعيل الصفار رئيس المهندسين لمنظمة مالتيزر الدولية لإلقاء كلمته مشكورا. سيدات السادة، لكل من مقام ومحفوظ موقع. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لشرف عظيم أن أكون معكم جميعا هنا أن نحتفل بافتتاح نادي قرقوش الرياضي. تم إنجاز هذا النادي بالتعاون المشترك لكل من منظمتي مالتيزر الدولية UPP ضمن برنامجها مع للسلام، والمنحة المقدمة من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي. اسمي إسماعيل الصفار وأنا المنسق المسؤول عن إعادة التعمير المنازل والأعمار لمنظمة مالتيزر الدولية ضمن برنامج إعادة تأهيل نينوى جنبا إلى جنب مع زملائي من المهندسين. كنا نرافق بناء هذا النادي ونراقب تقدمه وتقدم العمل به الكفو والسريع. تمام. منظمة مالتيزر الدولية تتمنى مستقبل يعم بالأمن والسلام للمنطقة، وهذا المستقبل يكون مبني بسواعد الجيل القادم من الشباب رجالا ونساء المشاركين والفاعلين الذين يعملون من أجل التماسك الاجتماعي والتعاون. نحن فخورون بأن يكون لدينا UPP كشريك لنا في هذا البرنامج، وهي منظمة غير حكومية ذات خبرة هائلة مع تفاني طويل في خدمة الشعب العراقي. نشكرهم على دعمهم لهؤلاء الشباب وعلى بناء هذا بناء النادي في قرقوش. آمل بصدق أن يجلب هذا النادي طاقة وحياة جديدة للشابات والشباب في مدينة قرقوش، وأن يصبح مكاناً آمناً حيث يمكن للشباب أن يتقابلوا ويمارسوا هواياتهم الرياضية بشكل آمن وسليم. وشكراً لكم. تفضل الأستاذ رائد ميخائيل المدير القطري لمنظمة UPP لإلقاء كلمته مشكوراً. شكراً جزيلاً لحضوركم، وشكراً لكل هذه الإنجازات التي قام بها ويقوم بها نادي قرقوش الرياضي. التصفيق الحار لفريق النسوي لنادي قرقوش الرياضي في بداية هذا الافتتاح، نوجه أحلى تحية للفريق. السادة الحضور الأجلاء، منظمة UPP هي منظمة إيطالية تأسست في بغداد سنة 1991 لدعم الشعب العراقي والوقوف معه بوجه الظلم والحروب. تعمل المنظمة في مجالات عديدة، منها مجال الصحة، مجال التربية وإعادة الأعمار، وكذلك في برامج بناء السلام والتماسك المجتمعي. للمنظمة استراتيجية تتبناها أيضا أو تبنتها خاصة بعد احتلال داعش وتحرير مناطق سهل نينوى في لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة الاندماج المجتمعي في المنطقة التي عانت كثيرا خلال النزوح وما بعد النزوح. هذا المشروع هو جزء من مشروع معا للسلام الذي تموله وتشرف عليه منظمة مالتيزر الدولية. نحن اليوم أمام نادي عريق ونادي متميز منذ تأسيسه ولحد الآن، حيث كان وما زال يرفض الحركة الرياضية في العراق
بالأنشطة الرياضية واللاعبين واللاعبات، وأكيد هذا الفضل يعود إلى إرادة أعضائه وإدارته الكفوءة التي قدمت كل ما في وسعها لخدمة شريحة الشباب والشابات ودعمهم ليكونوا نموذجاً للفرق الرياضية على مستوى العراق والمنطقة بأسرها. وحتى في فترة النزوح رأينا مدى اهتمام النادي بأعضائه وبفرقه، وخاصة فريق النسوي، حيث لم يكن هذا النزوح سبباً لإيقاف الحركة الرياضية، وإنما كان دافع لنشاط أكبر، حيث أن داعش أكيد خلال فترة النزوح حاول شل الحركة الرياضية، ولكن الفريق النسوي رأينا كيف صمد بوجه هذه المحاولة، وقام أيضا من خلال روح الإصرار والتحدي لدى هؤلاء الفتيات الذين يشكلون الفريق. فقد توجد سيدات نادي قرقوش بلقب دوري النساء بكرة الطائرة لمرات عديدة وهم في زمن النزوح. الشكر أيضا موصول إلى كل من عمل في هذا المشروع من الكادر الهندسي أستاذ هيثم والمهندس يوسف، وبإشراف مباشر من منظمة مالتيزر ومديرة المشروع يسكة اللي راح تحكي لنا عن المشروع. Thank you very much, Raed, and welcome to everybody here on the Qaraqosh Sports Center. And I'm very happy to be able to be here and to see all of you and to see how this sports field has turned out. So thank you all for everybody who worked very hard on this, and I wish the best to all those who will be enjoying the sport field, to all the youth, the young women, the boys, and I'm happy to see it finally being officially inaugurated. I will. شكرا جزيلا لحضوركم. أكيد نحن فرحانين بوجودنا هنا، وخاصة بعد تأهيل الملعب ليكون مساحة للجميع، للشباب والشابات، لكي يمارسوا نشاطاتهم الرياضية ويلتقوا هنا في هذه المساحة. وأيضا نحن فرحين لأن هذا المشروع هو امتداد لنشاطات أخرى مختلفة. راح تحكي لنا عن المشروع. Yes, I will say something about the project. So our project is called Ma'an Lil Salam, United for Peace, and it's a peace building and social cohesion project funded by the German Cooperation for Development and in partnership with Malteser. It's a project that's focusing on youth. So we have established four different youth centers, one in Tilkef, in Tobzawa, in Namrut, and Sayed Hamed. And in each of the youth centers, we work with youth on sports, on education, and cultural heritage activities. أكيد هو مشروع معن للسلام هو مشروع ضمن البناء السلام والتماسك المجتمعي. قام المشروع بتنفيذ مراكز شبابية ومراكز رياضية في خمس مناطق اللي هي تلكيف ونمرود وطوبزاوة وسيد حمد. طبعا خلال هذا المشروع اكو نشاطات مختلفة يقوم بها الشباب في هذه المراكز، لمراكز او نشاطات وتدريبات تربوية وثقافية وانشطة رياضية مختلفة، وكذلك الأنشطة الفنية التي يقوم بها الشباب في هذه المراكز من خلال كوادر تدربهم وتقوم بدعمهم. We have another small education component where we work on peace education in schools and in our youth centers as well. So the project center can be a small part of that.
هناك نشاطات أخرى قامت بها الكتب في تلكيف، كذلك نقوم فنية مثل هذا النادي ونادي برطلة ومساحات على التماسك المجتمعي وأكيد أنا سعيدة جدا بوجودي هنا وشكرا جزيلا لك. يتفضل الأستاذ خالص إيشع رئيس نادي قرقوش الرياضي لإلقاء كلمته مشكورا. أصحاب السيادة حضورنا الكريم، أسعدت مساء. نجتمع معا اليوم لنشهد لفعل العطاء، لنؤكد أن هناك يوم الغد وأن الحياة لا زالت تعطينا الفرصة. نجتمع لنعطي الأشياء قيمتها، لا لما تمثله بل لما تعنيه. فيقينا أننا كبلد حضارات نستطيع أن نبني ونعمر، ولكن من الصعوبة أن يفهم البعض لماذا يتبرع الفلاح أو العامل أو المواطن في بلد بعيد من أجل أن يعيد البسمة والفرح لنا هنا دون أن يعرفنا. إنها مفاهيم إنسانية متقدمة وفهم حقيقي للحياة، فالإنسان لا يكون عظيماً إلا عندما يخلق الجمال. فمن أصوات الرصاص والمدافع حولنا يكاد كل صوت آخر لا يسمع، ولكن ها هي أصوات الإنسانية تتجسد مشاريع فرح وإنجاز لشبابنا بأياد أمينة، لتقول أن التعاسة نستطيع أن نحس بها لوحدنا، أما السعادة فمستحيل أن نعيشها إلا مع غيرنا. هذا هو صوت الإنسانية الرخيم، بل تلك سيمفونية الأمل التي تعزف لحن الحياة وفرح الله. فشكرا مالتيزر، وأوصل شكرنا وأمانينا للفلاحين في مزارعهم والعاملين في معاملهم والناسكين في معابدهم والمشرعين في مجالسهم، فأمانتهم وصلت بأمان على يد UPP كاملة غير منقوصة. شكرا لرئيس وأعضاء منظمة UPP للاختيار والمتابعة الدؤوبة والحرص، وشكرا للمهندس يوسف جنان والأستاذ هيثم سالم المتابعين لكل شاردة وواردة في المشروع، والشكر أيضا للشركة المنفذة لأرضية الملعب ولكل الأيادي التي عملت بصدق من أجل أن يظهر هذا الملعب بأجمل حلة، كونه تحمل جهود 6 بطولات للعراق بالكرة الطائرة للسيدات وكرة السلة وإنجازات رائعة للرجال، ويستعد للمستقبل. شكرا لكم حضورنا الكريم، وعلى الإنجازات والفرح نلتقي دائما، وشكرا. والآن مع الفقرة الفنية، فليتفضل الفنان حسين الملا لتقديم عرضه الفني مشكورا.
فقرة تقديم الهدايا فلتتفضل الست إيسكا فان ديجير والأستاذ إسماعيل صفار رئيس المهندسين لمنظمة مالتيزر لتقديم الهدايا إلى نادي قرقاش الرياضي المتمثل بالأستاذ خالص إيشو. تاحت هذه الفرصة للتعبير عن ما يحدث اليوم. اليوم نحن هنا لحضور افتتاح الرسمي لملعب نادي قرقاش الرياضي ضمن فعاليات مختلفة قام مشروع مع السلام الذي تنفذه منظمة UPP الإيطالية. هذا المشروع هو من تمويل منظمة مالتيزر الدولية وتنفيذ منظمة UPP.
ضمن مراكز شبابية قامت بتنفيذها وبنائها وإعادة إعمارها في مناطق مختلفة من سهل نينوى. قمنا ببناء ثلاث مراكز شبابية بالإضافة إلى مساحات للعب الأطفال في مناطق مختلفة من بعشيقة ومن النمرود وسيد حمد وبرطلة وكذلك في تلكيف. قام المشروع بتنفيذ خمس مراكز شبابية وثلاث حدائق عامة للقاء الفئات الشبابية لممارسة الأنشطة المختلفة من الرياضة والرسم ونشاطات ثقافية أخرى. هذه المراكز مفتوحة لكل الشباب لجميع الفئات من النساء والرجال والطلبة. نقوم من خلال هذه المراكز بتدريب الشباب على مهارات حياتية وتدريبات مختلفة في مجال السبل المعيشة ومجال التربية، مجالات الصحة، مجالات الفنية والرياضية. طبعا منظمة UPP عملت في مناطق سهل نينوى قبل وبعد تحرير هذه المناطق من العصابات الإجرامية لداعش، فمن خلال مشاريع بناء السلام ومشاريع التماسك المجتمعي بالإضافة إلى مشاريع مختلفة في مجالات الصحة العامة والصحة النفسية وبناء المدارس وإعادة إعمار المرافق العامة. شكرا جزيلا. رائد ميخائيل، مدير منظمة UPP الإيطالية. نحتفل اليوم في بغداد قرقوش وفي نادي قرقوش الرياضي بافتتاح هذا الملعب، ملعب متعدد الأغراض الذي تم إعادة إعماره وتأهيله من قبل منظمة UPP وبتمويل من منظمة مالتيزر. حقيقة شكر جزيل لمنظمة UPP ومالتيزر لهذا العمل الكبير الذي قاموا به، بالإضافة إلى الملعب هناك الحدائق وأمور أخرى في الإدارة تم إعادة إعمارها. وطبعا هذا الملعب تأذى كثيرا من قبل عصابات داعش الإرهابية وكان محطم تماما، ولكن الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة UPP بدعم من مالتيزر كان لها الأثر الكبير في أن يخرج بهذه الحلة الجميلة. هذا الملعب طبعا تحمل جهود كبيرة لفريق الكرة الطائرة النسوي الذي حصل على 8 مرات بطولة العراق، وفريق السلة النسوي أيضا الذي حصل على المركز الثاني، وفريق الكرة الطائرة للرجال الذي تأهل لدوري النخبة العراق. وإن شاء الله جهود مستقبلية سيتحمل هذا الملعب لكون أن النادي ليس فيه قاعة داخلية، وهذه مشكلة كبيرة خاصة في فصلي الشتاء والصيف. ولكن مع هذا الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون واللاعبات هي التي تؤدي إلى هذا الإنجاز الكبير. شكرا جزيلا لكل من يعمل باتجاه دعم الرياضة ودعم كل النشاطات الأخرى في بغداد قرقوش وفي سهل نينوى وفي العراق عموما. خالص إيشاع الصيف، رئيس نادي قرقوش الرياضي.